أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحابي من الهدي النبوي نقطف زهرة من بستان النبي صلى الله عليه وسلم حول توجيهاته وتشريعاته صلى الله عليه وسلم، التي من شأنها إن فعلنا وعملنا بها اهتدينا إلى الطريق المستقيم ورضي الله عنا. الحديث الذي نقف معه اليوم هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد تكلمنا عنه مرات عديدة، ذلكم الصحابي الشاب الذي كان يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا نخرج أو لا تخرجوا حتى أخبرك بأعظم سورة في القرآن. تكلم مع رسول الله والحديث يجر إلى الحديث وإلى ما ذلك. فلما تهيأوا للخروج قال أبو سعيد: يا رسول الله، وعدتني أن تعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج. قال: نعم، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخره. هذا الصحابي الجليل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث يضع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد له من شروط وأركان. ليس كل من هب ودب ينصب نفسه آمرا ناهيا، فالأمر والنهي لابد أن يكون على علم ودراية. كيف يأمر بالمعروف من لا يعرف المعروف؟ وكيف ينهى عن منكر من لا يعرف المنكر؟ فإذا لابد من معرفة الأمر بالمعروف والمنكر حتى يتصدر الإنسان للأمر بالأول والنهي عن الثاني. الرسول عليه الصلاة والسلام في صيغة الحديث فيه عموم، معناها كل أفراد الأمة معنيون بهذا الأمر: من رأى منكم منكرا فليغيره. يعني أي فرد في الأمة رأى منكرا لا بد من تغييره. مستوى التغيير يختلف من شخص إلى شخص. هناك حاكم، هناك يعني قوات الأمن، هناك قوات الدرك، هناك القضاء، الجهاز القضائي، هناك سلطات من شأنها القدرة على التغيير بقوة اليد، بقوة القانون. معناه الشرطي حينما يرى السارق يسرق يمنعه، يلقي القبض عليه ويمنعه من السرقة بقوة اليد، لأنه مخول إلى ذلك. أما غيره ممن لا يملك هذه القوة وهذه المسألة، يعني هذا الأمر، لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، مش ممكن، وإلا تصير فوضى، والفوضى يصير فيها الظالم والمظلوم عددهم يكثر، ولا يستطيع الإنسان أن يميز بين الظالم والمظلوم. ولذلك لا بد من احترام التخصصات. هناك من هو متخصص في تغيير المنكر باليد، الشرطي يغير الأمر بالمعروف، يغير المنكر باليد، الدركي يغير المنكر باليد،
القاضي يغير المنكر بالأمر لمن ينفذ ذلك الأمر بقوة اليد، قوة القانون طبعا. هؤلاء لهم أن يغيروا المنكر باليد. هناك مرتبة أخرى أيضا في تغيير المنكر باليد، الأب في أسرته مع أولاده إذا رأى من أولاده سلوكا منحرفا، سلوكا غير لائق بأخلاق الأسرة وبعادات الأسرة وبمكانة الأسرة ومنزلتها في المجتمع، يمنعه أولا، يبدأ بالنصح والإرشاد، ثم ينتقل إلى الموعظة بالتي هي أحسن. فإن لم ينزجر ولم يهتدي هذا الولد، للأب سلطة الأبوة أن يستعمل اليد في منع ولده من اقتراف الإثم ولو بقوة اليد. أما خارج الأسرة لا يحق له ذلك. خارج الأسرة أقصد أفراد آخرين، يعني ليسوا من أسرته. أما أفراد الأسرة كأولاده فهو سلطته عليهم داخل البيت وخارج البيت. هذا بالنسبة للمرتبة الأولى في تغيير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. معناها هناك ناس رأوا منكرا، عرفوا أنه منكر يجب تركه ويجب تغييره، ولكن لا يملك قوة اليد، يعني ليس مخولا قانونا أن يغير بقوة اليد، لا. ولذلك له علم بأن هذا المنكر مأتي يجب تركه ويجب تغييره، فماذا يفعل؟ يبين للناس، يشرح للناس، يوضح للناس أن هذا الأمر منكر يجب تركه، وطبعا بالحجة والبرهان. من الذي يملك هذا؟ قوة الحجة وقوة الإقناع، قوة الدليل من القرآن ومن السنة ومن إجماع علماء الأمة وما إلى ذلك، هم العلماء. ولذلك لا يستطيع أي كان أن يتصدر للأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ما لم يكن عالما، هذا بالمرتبة اللسان. والمرتبة الثالثة هو في عموم الناس، وربما قد يلحق في بعض الحالات العالم بعموم الناس. معناها لا يستطيع أن يغير المنكر لا بيده، لأنه لا يتمتع بالسلطة القانونية، ولا يستطيع أن يغير بلسانه، لا أحد يسمعه ولا يملك حجة ولا يملك دليلا. إذن بقي له فقط أن يغير المنكر في قلبه، معناها ينكر ذلك المنكر ويتمنى لو أنه لم يحدث ولم يفعل بين الناس. هذا أضعف الإيمان، يعني المستوى الأخير في تغيير المنكر والأمر بالمعروف. الآن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلت له أركان، معناها فيه الآمر، فيه المأمور، فيه المأمور به، وفيه المنهي عنه وما إلى ذلك. معناها إذا أخذنا المعروف، لا بد من معرفة المعروف، العلم بالمعروف. المعروف هو ما وافق الشرع ووافق النص الشرعي من القرآن ومن السنة وإجماع الأمة. كل فعل وكل قول يندرج تحت هذا العنوان فهو معروف، لكن ليس كل الناس يعرفون هذا المعروف، فعلماء الأمة هم الذين يعرفون. إذن لابد من بيان ذلك لعموم الناس، هذا داخل في إطار التبليغ، بلغوا عني ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الآمر لابد أن يكون يعلم حقيقة المعروف وحقيقة المنكر، حتى إذا تكلم بالأمر أو بالنهي كانت له حجة يقنع بها الآخرين، وإلا يسكت. ثانيا المرتبة، يعني الركن الثاني، هو المأمور، يعني هذا الذي يفعل المنكر ويترك المعروف لابد أن نسأله لماذا فعلت هذا، ف
فإن تبين لنا أنه لجهل لا يعرف علمناه، أريناه الطريق المستقيم، بينا له الأداة والوسيلة التي إذا استعان بها اهتدى إلى الطريق المستقيم ووافق الشرع في سلوكه وعمله وقوله. إذن هذا المأمور، المأمور به يعني هذا المعروف الذي ندعو الناس إليه، يعني معنى هذا الإنسان الحلال هنا والحرام هنا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، فنراه يذهب اتجاه الحرام ويترك الحلال. نسأله ماذا تفعل؟ لما تفعل هذا؟ لابد أننا في حوارنا معه يتبين لنا مدى استعداده لقبول النصح، ولذلك نذهب إليه باللين، بالتي هي أحسن. هذا سيدنا موسى عليه السلام بعثه الله تعالى رسولا إلى فرعون وقومه وبني إسرائيل، ومع ذلك قال له ولأخيه هارون فقولا له قولا لينا، يعني قولا ليس خشنا، ليس غليظا، ليس منفرا، وإنما مرغبا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، هكذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إذا الآمر قام بدوره والمأمور قبل النصح منه، فإن المجتمع يستقيم حاله وينصلح أمره. أما إذا كان هذا لا يعرف وهذا لا يسمع ولا يأخذ ولا يقبل، فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال لا خير فيكم إن لم تقولوها، على النصيحة، لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها. لكن لا بد من المعرفة. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذي يعرف يعرف أساليب الخطاب مع الآخر، حتى إذا كلمه رضي وقبل منه واهتدى إلى الطريق المستقيم. وفي النهاية الهادي هو الله تعالى، نسأله تعالى أن يهدينا فيمن هدى، وأن يعافينا فيمن عفا، وأن يتولنا فيمن تولى، وأن يبارك لنا فيما أعطى، وأن يقينا شر ما قضى، إنه يقضي ولا يقضى عليه. اللهم اهدنا ووفقنا وألهمنا السداد والرشاد في القول والفعل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.